السادة المشاهدين، تحية طيبة أما بعد. اسمحوا لي في البداية أن أنقل تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لأشقائي أصحاب الفخامة والدولة رؤساء الدول والحكومات المشاركين معنا في الاجتماع. كما أود أن أنقل تقدير بفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي لقيادته الفاعلة لجهود قارتنا الأفريقية في مكافحة تفشي وباء كوفيد-19. وأود أيضا أن أشيد بجهود السيد موسى فقيه والسادة المفوضين وجميع العاملين بالمفوضية ومركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والسادة المبعوثي الاتحاد الأفريقي المعنيين بحشد الموارد المالية للصندوق الأفريقي لمكافحة فيروس كوفيد-19 اتصالا بجهودنا القارية لمكافحة تفشي هذا الفيروس في أفريقيا.